مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. لسه مستمرين معاكم عقب وصول بعثة النادي الأهلي لكرواتيا وبالتحديد لزغرب العاصمة الخاصة بهذه الدولة. يمكن الرحلة استغرقت حوالي ما يقرب من 4 ساعات. الفريق وصل لمطار زغرب وتحرك بأتوبيس لفندق الإقامة. استمر التحرك حوالي 2.5 ساعة بالتحديد. وصل الفريق لفندق الإقامة. كابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون قرروا أن النهاردة ما يكونش فيه مران تجنبا للإجهاد، وطبعا اكيد كانت الرحله ممكن تكون متعبه بشكل ما بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، فبالتالي فضل الجهاز الفني النهارده ما يكونش فيه مران. خليني اقول لكم الاجواء طبعا جيدة جدا جدا هنا في كرواتيا بالتحديد، وايضا مقر فندق الاقامه جيد جدا، هدوء شديد، اجواء يمكن هتساعد بشكل كبير جدا الجهاز الفني واللاعبين ان هم يستفادوا من هذا المعسكر الهام، خصوصا ان احنا زي ما احنا عارفين مقبلين على مرحله مهمه جدا وبطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه فريق تاونشيب ان شاء الله، او مباراتي فريق تاونشيب كمان، اول مباراه يوم 17 ومباراه ثانيه ان شاء الله هتكون يوم 27، هم مباراتين حاسمين جدا. فبالتالي اختيار المعسكر اعتقد من المنظر اللي احنا شايفينه كده اختيار موفق جدا، ان شاء الله نتمنى للفريق كل التوفيق في هذا المعسكر ويخرج بالاهداف اللي كان بيتمناها ان شاء الله من خلاله. خليني ايضا اقول لكم زي ما قلت لكم النهارده فيش مران، بكره ان شاء الله الفريق هيبتدي تدريباته هنا في المعسكر في تمام الساعه 8 صباحا. خلي بالكم طبعا التوقيت في كرواتيا نفس التوقيت في مصر، يعني 8 الصبح بتوقيت كرواتيا و8 الصبح بتوقيت مصر هيكون اول مران، والمران الصباحي بالنسبه للنادي الاهلي، المران المسائي ايضا هيكون يعني التدريبات على فترتين، مران صباحي مران مسائي، هيكون في تمام الساعه 5 مساء بتوقيت كرواتيا وبتوقيت مصر ايضا. فبالتالي استعدادات هتكون مستمره ان شاء الله من خلال طبعا التدريبات هنا في كرواتيا والمعسكر الخاص بالفريق. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. خليني اقول لكم هنا الغروب شويه بيتاخر، يعني اعتقد هيكون الساعه 9 9:30 الغروب، يعني لغايه دلوقتي في شمس شويه، فالاجواء مختلفه شويه عن مصر. درجه الحراره يعني اول ما وصلنا لكرواتيا كانت حوالي 24 او 25 درجه مئويه، اعتقد مناخ كمان مناسب جدا، يبقى مقر الاقامه مناسب وايضا المناخ مناسب للنادي الاهلي عشان ان شاء الله يستفاد باكبر قدر ممكن من هذا المعسكر الهام والمرحلة الثالثة والأخيرة في فترة إعداد النادي الأهلي للموسم الجديد. كل التوفيق إن شاء الله للجهاز الفني واللاعبين، وهنكون طبعا مستمرين معاكم لحظة بلحظة، تابعونا.